الدكتور أحمد عبد الله عبد يهنئ المسلمين بولادة سيد الكائنات ويدعو إلى استلهام عبرها لتحقيق العيش المشترك في دولة المواطنة. محافظ صلاح الدين يبارك للمسلمين ذكرى مولد نبي الرحمة ويشرف على الجهد اللوجستي لعودة أهالي العجم. مراقبون وسياسيون يستبعدون استقالة عبد المهدي والأخير يتحرك على كل الجبهات لتنفيذ مطالب المتظاهرين. واشتباك مسلح بين القوات الأمنية وعصابة مخدرات في بغداد والإنترنت يتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية في العراق. نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. قدم الدكتور أحمد عبد الله عبد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية التهاني لأبناء صلاح الدين والعراقيين والمسلمين عامة بمناسبة ذكرى مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى استلهام العبر والدروس منها وأن تكون منهاج عملنا في رفع الحيف عن المظلومين وإعادة الحقوق المشروعة إلى أهلها وإعادة النازحين إلى مناطقهم لتكون طريقنا نحو تعزيز الاستقرار والبناء والإعمار ضمن توجيهات جديدة بعيدة عن كل أشكال الغلو والتشدد وبما يضفي أجواء العيش المشترك في دولة المواطنة، مؤكدا أن خصوصية المجتمع العراقي ولدت من رحم التسامح والمحبة. من جهته قدم محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أحر التهاني إلى أبناء المحافظة والمسلمين في العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن تكون هذه المناسبة الكريمة مبعثا للسلام والتعايش بين القوميات والأديان المختلفة بالعمل معا لحياة أفضل، حافلة بالاستقرار والتفاهم. وشدد المحافظ على ضرورة اغتنام هذه الذكرى العطرة لكي تكون منارا للوئام في منطقتنا من خلال احترام الأفكار المتباينة بالاختلاف الديني والقومي لكي نستطيع توفير حياة أفضل للجميع. أحيا أهالي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم بأجواء وفعاليات إيمانية تحمل في ثنياها استذكار للرسالة المحمدية التي زرعت الإيمان بالله والألفة والتراحم بين المسلمين، داعين الله العلي القدير بهذه المناسبة أن يحفظ العراق والعراقيين ويعزز أواصر الأخوة بينهم. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هي نقطة تحول في تاريخ الأمة، فالله عز وجل أرسله هاديا للناس مبشرا منقذا لهم من النار، والذي يكون هذه حاله لا بد للمسلم أن يحتفل ويفرح بأن الله عز وجل من على هذه الأمة بأن بعث لهم نبيا خاتم النبيين وسيد المرسلين وجعلهم خير الأمم، فلا بد للمسلم أن يتذكر في هذه المناسبة فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وأن يعمل جاهدا لأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله عز وجل احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته مع كل نبي مرسل، مهما آتيتكم من كتاب وحكمة فعليك يا أيها النبي يا أيها الرسول المبعوث إذا كنت ضمن رسالتك وجاءك خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لك أن تنضوي تحت لوائه وأن تكون جنديا من أجناده وأن تترك الأمر لصاحب الأمر، وهذا مع كل نبي، والله عز وجل يعلم أنه لا في هذا اليوم العظيم المبارك ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي هذا البيت المبارك حقيقة تقام هذه الاحتفالية بهذه المناسبة وهذا الجمع الخير من شيوخنا وشيوخ عشائر صلاح الدين وسادات صلاح الدين والوجهاء العشائر
نتقدم بأسمايات التبريكات بهذه المناسبة لشعبنا العراق العظيم، وأن يعم الأمن والأمان على كل ربوع عراقنا العظيم إن شاء الله. وستبقى قطعاتنا الأمنية حقيقة هي الظهير القوي والسند القوي لي والدفاع عن بلدنا وصانة الحدود والأرض والعرض. بحضور عدد كبير من وجهاء ومثقفين وشيوخ مدينة تكليت والأقضية أقضية صلاح الدين، وبحضور قائد عملية صلاح الدين أحيت مدينة تكليت ذكرى مولد النبوي الشريف بهذه المناسبة. أمنياتنا أن يعم الأمن والأمان، أن حقيقة أن توفر الحكومة أو ما طلبه المتظاهرين من خلال الإصلاحات الأخيرة. هذا الشعب هو شعب طيب وحقيقة مر بظروف صعبة، وعلى الحكومة أن حقيقة تلبي أو تقوم بالإصلاحات التي من خلالها تصب في مصلحة المواطن، ومن خلال توفير فرص العمل والقضاء على موضوع الموجود في صلاح الدين وهو موضوع النازحين والمغيبين، وإعطاء فرص عمل واستثمارية في المدينة وفي العراق. وحقيقة بدأت الحكومة المركزية بعدة إصلاحات هي تبشر بالخير من خلال إلغاء مجالس المحافظات والمجالس الأقضية والنواحي، وإلغاء مخصصات الرئاسات الثلاثة، وإعطاء مرونة بهذا المجال. هذه كلها بشائر خير. في هذا اليوم المبارك ومولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت هناك دعوة التقينا فيها مع عدد كبير من شيوخ محافظة صلاح الدين وأيضا المحافظات الأخرى بهذه المناسبة العظيمة، ونهنئ أنفسنا ونهنئ العراقيين بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نتمنى للعراق الاستقرار والخير والبركة للجميع. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام. نستغل هذه المناسبة، مناسبة مولد سيد الكائنات سيدنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم هذه الدعوة اجعلها إن شاء الله دعوة خير ودعوة بركة لكل العراقيين. اللهم احفظ العراق واحفظ العراقيين. بمناسبة مولد سيد الكائنات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولد الهدى في الكائنات ضياؤه، فم الزمان تبسم وثناؤه. وقال الشاعر حيث وقف أمام القبة الخضراء وقال أنشد هذه الأبيات: يا قبة الخضراء مالك فتنتينا بجمالك، قالت جمالي بمحمد نور جميع الممالك. بهذه الذكرى العطرة نقيم احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الديوان المبارك، ديوان السادة الأشراف الحسنية أبو مطر. ونوجه رسالة إلى جميع الأمة الإسلامية وإلى العراقيين خاصة، الله يجمع الشمل إن شاء الله في هذه المناسبة العطرة المباركة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن هذه العادات المباركة أننا نعيد هذه المناسبة في كل عام في 12 من ربيع الأول، تلبية لقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه المناسبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مناسبة نصر وفرح وفرج على المسلمين وعلى العراق بالذات. كما أقيم احتفال بالمولد النبوي الشريف في قضاء ضلوعية جنوبي صلاح الدين، تخلله إلقاء كلمات وقصائد دينية أظهرت دور الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في نشر رسالته العظيمة وما تحمله من معان إنسانية كبيرة. صلاة والسلام على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تحتفل محافظة صلاح الدين قضاء الضلوعية اليوم بهذه المناسبة العطرة المباركة على جميع قلوب المؤمنين، حيث إن المولد النبوي الشريف حل علينا نورا مباركا ورحمة مهدات. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهدات. المولد النبوي الشريف يشمل إلى جمع الكلمة ولم الشمل، ويهدف إلى مبدأ الوسطية والاعتدال. من دواعي البهجة والفخر والاعتزاز أن تحتفي وتنتصر وتزهر الأمم
وتحتفل الأمم برجالها وقادتها، ونحن من هذه الأمة العريقة العظيمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتحمل هذه الرسالة العظيمة التي جاء بها رسولنا الكريم. وهذه المناسبة هي مناسبة مولد فخر الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، حينما تحتفل الأمم برجالها وتعتز بهم. نحن أمة ذلك الرجل العظيم الذي أنزل عليه القرآن الكريم ليكون نبيا على هذه الأمة، رسولا على هذه الأمة، شفيعا لها يوم القيامة. أولا الرسالة السماوية هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نقتدي به وبرسالته، ونحاول أن نوصل للعالم يعني أواصر المحبة والترابط يعني الإسلامي ما بين المجتمعات الإسلامية بالذات والمجتمعات العراقية، وإحنا في هذا الظرف وفي هذا الوقت بأمس الحاجة لمثل هيك مناسبات حتى تجمع مجتمعنا وتقوي أواصر المحبة بين هذا المجتمع الإسلامي. أشرف محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل على الإجراءات اللوجستية لعودة نازحي العوجة بعد إمهال رئيس الوزراء الجهات الأمنية والحشد الشعبي أسبوعا للبدء بتنفيذ هذا القرار. وعلمت قناة صلاح الدين أن قيادة عمليات صلاح الدين ستتكفل بالإجراءات الميدانية بالتنسيق مع القيادات المختصة، فيما ستؤمن الدوائر الخدمية في المحافظة مستلزمات ذات الصلة بإعادة تأهيل الماء والطرق والكهرباء وغيرها، بما يحقق العودة الآمنة للعوائل التي اكتوت بنار الإرهاب. في السياق، أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن العودة ستكون طوعية بعد تأمين الجهد اللوجستي واعتماد استراتيجية التهدئة والعمل الميداني المتوازن، مشددا على اعتماد خطة حكومية تتوافق مع خصوصية الوضع الأمني والمجتمعي في العوجة. تدري ما راح هبة واحدة، لازم نسويها وجبات. البيوت اللي ما بيها مشاكل، المطرفة اللي جاي اللي تقدر تصير هي ضمن الأمن مال العوجة يدخلون، وخلال الأسبوع ندخل مجاميع ومعها تكون معها الجهد الهندسي مال البلدية ومال المحافظة ومال قيادة الشرطة. القضية لازم احنا شوية يعني نعطي خلق، ما راح تنحل في لحظة، كلها اكو تبقى اشكالات ومتعلقات وقال فلان، بس بالنتيجه هي تصفي ان شاء الله. يعني هي بالنتيجه تصفي، لكن احنا المهم انه احنا اول مره نقعد نضبط الامور، وتدريجيا احنا يعني نباشر باعمالنا بالمدينه. يعني لازم يعني العراقيين يعيشون، ماكو مواطن درجه اولى ودرجه ثانيه. وفي السياق، أبدى شيوخ ووجهاء العشائر في العوجة ارتياحا كبيرا لاتفاق محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على إعادتهم إلى مناطقهم، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا مع القوات الأمنية لتعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتضحيات عراقية غالية على الجميع. وأشاد شيوخ العشائر بجهود الدكتور أحمد عبد الله عبد زعيم حزب الجماهير الوطنية الذي رعى مؤتمرات المصالحة الواحدة والأخرى لتكون الأساس في طي ملف النازحين وعودة الحياة الطبيعية إلى محافظة صلاح الدين. ملف النازحين بدأ يصل إلى صفحاته الأخيرة مع إعلان محافظ صلاح الدين موافقة رئيس الوزراء على عودة الوجبة الأولى من نازحي العوجة الأسبوع المقبل، ما يتطلب من الجميع التكاتف لخلق بيئة جديدة تعيد الحياة إلى المناطق المتضررة بالتعاون بين الأهالي والقوات الأمنية. الزميل أحمد صلاح الدين يضعنا في مشهد الحدث في سياق التقرير التالي. إن ملف النازحين هو واحد من الملفات التي شبه التعقيد والغموض على حساب أناس هجروا من ديارهم بسبب سطوة الإرهاب في فترة من الزمن، شردوا إلى أماكن متعددة ومتنوعة وهم يواجهون إرهاصات الحياة وصعوبة العيش وقلة الخدمات في مخيمات لا تصلح للسكن، وهم يتعرضون منذ ما يقارب 5 سنوات إلى حرارة الصيف اللاهب وبرودة الشتاء القارص. هذا الملف الذي وصل إلى مراحل متقدمة من النهاية بعد جهود حثيثة من قبل الدكتور أحمد عبد الله عبد رئيس كتلة المحور النيابية،
ومحافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل بإيجاد حلول مناسبة ووضع حد نهائي لمعاناتهم ومأساتهم، سيما بعد تحرر هذه المحافظة بفضل القوات الأمنية بمختلف صنوفها. من جانبه محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أكد أن طي ملف النازحين يعد أولوية استثنائية، وناقش خلال اجتماع مع شيوخ ووجهاء منطقة العوجة وضع ترتيبات لعودة هادئة ضمن آليات حكومية تؤخذ بالحسبان، منها التدقيق الأمني للعوائل وعودة النازحين الأبرياء ومساعدة القوات الأمنية على مسك الأرض والحفاظ على المشاريع الخدمية بالمنطقة، مطالبا باستخدام الحكمة في حل القضايا العالقة كافة. ويجب على الجميع أن يعمل بهمة عالية وتوحيد الجهود بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها من خلال اعتماد دولة المؤسسات بما يوفر العيش الآمن وفق سياقات صحيحة، مؤكدا في الوقت ذاته أن حكومة صلاح الدين هيأت مجمل المستلزمات الضرورية والمهمة من أجل الدخول إلى منطقة العوجة وتأهيل المشاريع الخدمية فيها من ماء وكهرباء ومراكز صحية ومدارس بوقت استثنائي، وكل ما من شأنه أن يسهم في توفير أجواء آمنة من الاستقرار المجتمعي فيها، مشددا على أن هذه المرحلة المتقدمة ستساعد في إغلاق ما تبقى من مخيمات النزوح وإنهاء معاناة العوائل النازحة وإعادة آخر نازح إلى بيته، ومنها في منطقة سيد غريب في القريب العاجل، وإيجاد حل سريع لإنهاء هذا الملف الإنساني الذي من خلاله يتم تحقيق أركان العيش المشترك والسلم الأهلي والمجتمعي. دعا أبناء مدينة تكريت القوات الأمنية إلى أخذ دورها ومنع إطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي في المناسبات المختلفة دون رادع، مشددين على أهمية تنفيذ القانون بهذا الجانب ومحاسبة المخالفين بشدة لما يخلف هذا الفعل من إزهاق لأرواح المواطنين الأبرياء. والله هاي حضار، يعني الناس قاعده تتاذى من عند اكثر شيء، تصير احداث، تصير يعني الناس اكثرها بالشوارع، شيء يصير اطلاقات ناريه، اللي يفرح يفرح من داخله يعني بقلبه، ما حاجه للنار والاطلاقات الناريه وهاي المشاكل قاعده تصير، تتاذى العالم هوايه بها، على الوقت اللي هاي الحاضره والله، والله نطالب ان نلقى هاي الاطلاقات الناريه. ايه طالب قائد الشرطه، طالب الجهات الامنيه كلها تلغي بهاي القرارات. يعني اللي يضرب الافراح لازم يتحاسب. نطالب الشرطة المحلية استخبارات في اطلاقات بالمناسبات غير قانونية، هاي ما بها داعي، مؤذية للمناطق للمدارس. نطالب الشرطة الاتحادية المحلية قصدي في هذا الشيء، يعني مو مناسب، مؤذي للمنطقة، مؤذي للمدينة، يعني شيء مو مناسب، نرجو من قائد الشرطة يتدخل في هذا الشيء. اطلاقات نارية اولا بالاعراس بالمناسبات اطلاقات نارية، فنرجو من المواطن أنه يعني ماكو إطلاقات نارية وهي حضارية. نقلت وكالة فرانسيس بريس عن مصادر سياسية قولها أن القوات العراقية بدأت بتفريق المتظاهرين بعد التوصل إلى اتفاق سياسي يرمي إلى الإبقاء على السلطة الحالية ورفض استقالة أو إقالة عبد المهدي، وأضافت أن الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية. وبحسب مصادر صحفية فإن الأطراف اتفقت أيضا على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات واستعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية وتفعيل عمل المؤسسات وحرية تنقل المواطنين. أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرب إجراء تعديل وزاري مهم استجابة للتظاهرات الاحتجاجية، وقال أن التظاهرات ساعدت في الضغط لتصحيح المسارات وقبول التغيرات، معللا مواصلة الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في القضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين، موضحا أن محاصصات الأحزاب بعد 2003 عطلت تقدم العراق، وبين عبد المهدي اتخاذ خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي
الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن الحكومة أرغمت على تقييد خدمة الانترنت منعا للتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة. وأكد عبد المهدي أنه سيتم خفض رواتب كبار المسؤولين ومنع أي سلاح خارج الدولة، وعد أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته. بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع رئيس الجمهورية برهم صالح دعم الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين. وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي أن الجانبين استعرضا التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودعم جهود الحكومة والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها استجابة لمطالب المتظاهرين وسبل الحفظ الأمني والاستقرار في عموم البلاد. استعادت قوات مكافحة الشغب السيطرة بالكامل على جسور الشهداء والأحرار والسنك وسط العاصمة بغداد. وقال مصدر مطلع أن قوات مكافحة الشغب استخدمت القنابل الصوتية والغازية لتفريق المتظاهرين من على الجسور الثلاثة. وأضاف المصدر أن جزءا من جسر الجمهورية لا يزال تحت سيطرة المتظاهرين دون ذكر المزيد من التفاصيل. كشف قائد عمليات نينوى اللواء النومان الزوبعي عن تدمير 3 عجلات أطلق 17 صاروخا على قاعدة القيارة العسكرية جنوبي الموصل الجمعة الماضية. وقال الزوبعي أن حادث إطلاق الصواريخ على القاعدة لا يشكل تهديدا للوضع الأمني المستقر بالمحافظة، مبينا أن القوات الأمنية ردت على العناصر الإرهابية التي قامت بإطلاق الصواريخ ودمرت العجلات وصاروخا كان معدا للإطلاق فضلا على قتل 3 مسلحين من عناصر داعش. وأضاف أن قوات الأمن ما زالت تلاحق مجموعة أخرى من الخلايا الإرهابية للقضاء على فلول التنظيم بشكل نهائي في المحافظة. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على عصابة بحوزتها مواد كبيرة من المخدرات. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنة أن مفارز مديرية مكافحة المخدرات ألقت القبض شرقي بغداد على عصابة بحوزتها 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة و5000 حبة مخدرة. وأوضح المحنة في بيان له أن إلقاء القبض على أفراد العصابة جاء بعد مصادمات معهم. أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن قطع الإنترنت خلف أرقاما خطرة من الخسائر الاقتصادية وصلت إلى أكثر من 1,300,000,000 دولار. يشار إلى أن خدمة الإنترنت مقطوعة في جميع المحافظات العراقية منذ أكثر من 5 أيام، ما ألحق خسائر مالية كبيرة بقطاعات العمل الحكومي والأهلي. وكانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قد قالت في وقت سابق أن إغلاق غير المعلن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يعد تجاوزا على حرية التعبير. خدمة الإنترنت أصبحت ملازمة لحياة المواطن بشكل شبه كامل، كونها مرتبطة بالإجراءات العملية والخدمية التي يؤديها يوميا. لهذا ألحق قطع الخدمة خسائر اقتصادية كبيرة بالعراق. الزميل عمار سليم وتقرير التالي. الإنترنت خسائر وتأثيرات اقتصادية كبيرة في مجمل الأوضاع في العراق، وانسحب هذا التأثير في الناتج القومي العام، فالشركات خسرت الكثير، وكذلك الأمر للحكومة العراقية ودوائرها ومؤسساتها. كما إن الخسائر طالت الناس أيضا نتيجة لهذه التدابير، والذين وجهوا انتقادات كثيرة مصحوبة بموجة من التذمر، كونهم يعتمدون بشكل شبه كامل على هذه الخدمة في حياتهم اليومية. وقد دخلت الأمم المتحدة على خط قطع الإنترنت، وقالت ممثلة مبعوث الأمين العام للمنظمة الدولية إلى العراق جينين هينيس بلا سخارت إن الإغلاق غير المعلن لشبكة العنكبوتية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي يعد تجاوزا على حرية التعبير الذي تمنعه الأمم المتحدة.
كما إن مرصد نت بلوكس المتخصص بمراقبة الإنترنت أشار إلى ذات المشكلة، مبينا إن قطع خدمة الإنترنت هو مخالفة لقوانين الأمم المتحدة وتقييد للحريات، وأثر في التغطية الصحفية خلال فترة الاحتجاجات. وقد طورت شركة نت بلوكس نظاما اسمه أداة الإغلاق، الذي يعمل مع المجتمعات لمعرفة التأثير الاقتصادي، ويتم البحث طبقا لمؤشرات من البنك الدولي ومن مصادر اقتصادية لفهم التأثير على الشركات. وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم كامل لآثار اضطراب الاتصالات السلكية واللاسلكية، إلا أن قطع الإنترنت من شأنه أن يشل الدولة العراقية، وتقدر الخسائر الاقتصادية بنحو 1,200,000,000 دولار خلفها قطع الإنترنت حسب المرصد. وتشير بيانات قياس الشبكة إلى أن الانقطاع الجديد هو أشد قيود الاتصالات التي تفرضها الحكومة العراقية منذ بدء الاحتجاجات. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأسد يهاجم أوروبا ويتهمها بالتعامل بوجهين مع أردوغان، ولبنان تقترب من نفاذ الوقود. وإيران تشغل أكثر من 1,000 جهاز طرد مركزي متطور، وأمريكا تعد طرد مفتشة الوكالة الذرية ترهيب. أهلا بكم من جديد. عد الرئيس السوري بشار الأسد أن أوروبا تتعامل بوجهين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال الأسد في مقابلة صحفية أن أوروبا تخشى أردوغان وتحتاجه في آن واحد، مؤكدا أن أرسال اللاجئين إلى أوروبا أمر خطر. وكان الأسد قد هاجم الثلاثاء الماضي قائلا أردوغان سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض حسب تعبيره. من جهته قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها، مضيفا أن الهجوم التركي مستمر إلى أن يغادر جميع المقاتلين الأكراد منطقة الحدود. من جانب آخر نقل أكثر من 10 أشخاص إلى المستشفى في بلدة المالكية الحدودية السورية بعدما أطلقت قوات تركيا الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين من الأكراد السوريين. وقالت مصادر كردية في المنطقة أن محتجا سوريا قتل بعدما دهسته مركبة عسكرية تركية خلال دورية مشتركة للقوات التركية والروسية. إلى ذلك قالت قوات سوريا الديمقراطية قصد أن تركيا احتلت 1,100 كيلومتر مربع من الأراضي منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقتلت 182 وجرحت 282 من مقاتلين منذ الاتفاق، كما تسببت في نزوح 30,000 مدني من مناطقهم. وقال بيان نشرته القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أن تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتزيد من حجم الكارثة الإنسانية بشكل متعمد ومدروس. أفادت مصادر إعلامية لبنانية محلية بأن كميات الوقود الموجودة في خزانات الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تكفي لعشرة أيام مقبلة فقط. وبحسب الإعلام المحلي اللبناني فإن الشركات لن تتمكن من استيراد كميات جديدة بسبب رفض المصارف فتح اعتمادات بالدولار وفق الآلية المتفق عليها مع مصرف لبنان. وقد أعلنت بعض المحطات في الضاحية وبيروت إقفال أبوابها ورفعت خراطيم التعبئة، أما المحطات المتبقية فقد حددت سقف التعبئة إلى حد 15 لتر للشخص الواحد. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تشغيل 1,044 من أجهزة الطرد المركزية المتطورة في مفاعل فوردو
موضحة أن محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون موقع المفاعل الأحد. وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي: سنوسع إنتاج الطاقة في مجمع فوردو خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف: لقد نقلنا طنين من المواد النووية إلى مفاعل تحت إشراف مراقبي الوكالة الدولية، مشددا على أن الاتفاق النووي يفرض علينا عدم التخصيب في فوردو لمدة 15 عاما، لكننا قمنا بتفعيل أجهزة الطرد في هذا المفاعل لإنتاج النظائر المستديمة. وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الطريقة التي تعاملت بها إيران مع مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها عمل ترهيب شائن. وقال في بيان له أن الولايات المتحدة تدعم بالكامل أنشطة المتابعة والتحقيق التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، مبديا قلقه لعدم وجود تعاون كاف من إيران. وكانت الوكالة الذرية قد أعلنت أن مفتشة تابعة لها منعت لفترة وجيزة من مغادرة إيران الأسبوع الماضي، واصفة معاملتها بغير المقبول. ويأتي الموقف الأمريكي في ظل أجواء التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب إعلان إيران استئناف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في منشآت فوردو تحت الأرض. أعلنت أديس أبابا عزمها تشغيل سد جينالي داو 3، ووفق شركة الكهرباء الأثيوبية فأن مشروع الطاقة المائية الجاري بناؤه في الجزء الجنوبي الشرقي من أثيوبيا سيبدأ تشغيله بالكامل بعد شهرين عند الانتهاء من الاختبارات اللازمة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الأثيوبية أبراهام بلعي أن المشروع اكتمل الآن بنسبة 99% وأن السد يبلغ قدره 254 ميجا من الكهرباء. وحسب المصدر ذاته تم أطلاق السد في عام 2010، ويبلغ ارتفاعه 110 أمتار وطوله 426 مترا، وقدر استيعابه 2.5 مليار متر مكعب من المياه. كشفت مصادر صحفية هوية أحد المتورطين في تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص. وقالت هيئة الإذاعة الدنماركية أن الإرهابي دنماركي من أصل لبناني ويدعى باسل حسن، وقد أسهم في التخطيط لتفجير الطائرة الروسية، وذلك حسب ما صرح به الإرهابي الأسترالي خالد خياط الذي أدين في وقت سابق من هذا العام تهمة الإرهاب. وأوضح المصدر أن خياط هو أيضا من أصول لبنانية، جرى اعتقاله بعد اتهامه بالتخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية قبل نحو عامين. اختار حزب النهضة الإسلامي في تونس مرشحا من خارج صفوفه لرئاسة الحكومة القادمة، فيما يسعى للتوصل إلى توافق مع أحزاب رئيسية لتشكيل حكومة ائتلافية. وكانت النهضة قد قالت في وقت سابق أنها قررت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها، لأن التونسيين منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية، لكن الاقتراح واجه رفضا قويا من شركائها المحتملين من بينهم التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب التحية تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشهد. من جانب آخر، أنقذت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسي 74 مهاجرا غير شرعي من الغرق وسط البحر قبالة شواطئ محافظة صفاقس. وذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها أنه تم إنقاذ المهاجرين من الغرق بعد تلقي وحداتها معلومات بتعطيل قارب يحمل مجموعة من المهاجرين على بعد نحو 66 كيلومترا وسط البحر الشمال المحافظة، وهم في طريقهم إلى السواحل الإيطالية في هجرة غير شرعية. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
أكدت رئيس المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضرورة إعادة صياغة سياسة الهجرة في أوروبا حتى تضمن حلولا طويلة الأمد. وفي كلمة ألقتها في برلين شددت فون لاين على وجوب إيجاد حل طويل الأمد لمسألة الهجرة إلى أوروبا، وقالت: لقد أجريت مباحثات عديدة مع ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، ومن الواضح للجميع أنه لا يمكن أن تستمر أوروبا في اتباع النهج الحالي حتى معارضو الهجرة يدركون أن ظاهرة الهجرة لن تتلاشى، مبينة أن الجميع يريد الجلوس حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل طويل الأجل للمسألة. أكد وزير الدفاع بوليفيا خافير السالافاتيو أن سلطات بلاده لن تزج بالجيش لفض الاحتجاجات في بلاده. وأكد وزير الدفاع أن الرئيس موراليس والحكومة أصدر أمرا للقوات المسلحة بعدم إجراء أي عملية لفض الاحتجاجات بأي حال من الأحوال. كما أبدى الوزير عن أسفه لكون عدد من مراكز الشرطة أعربت عن قلقها أزاء ما يحدث في البلاد. في الأثناء أكد رئيس بوليفيا أنه لن يتنحى عن منصبه رئيسا للبلاد رغم مطالبة المعارضة والاضطرابات في البلاد. استدعت الرئاسة البوسنية السفير الفرنسي للاحتجاج على تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون الذي وصف فيه البوسنة بأنها قنبلة موقوتة بسبب المقاتلين المتشددين العائدين إليها. وقال ماكرون أثناء تعليقها على رفض فرنسا دعم بدء مفاوضات مع مقدونيا الشمالية وألبانيا بشأن الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي أن أحد بواعث القلق الرئيسية لدى الاتحاد الأوروبي هو البوسنة. وقالت الرئاسة البوسنية في بيان أن زيليكو الكرواتي الذي يرأس حاليا الرئاسة البوسنية استدعى السفير جيوم روسون واطلعه على أعداد المقاتلين الأجانب وجهود البوسنة لمكافحة الإرهاب. كما دعا أيضا ماكرون إلى زيارة البوسنة. وفي سياق التصريحات الفرنسية، فقد دافع مسؤولون فرنسيون عن تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الحادة بشأن حلف الناتو الذي قال فيها أنه ميت الدماغ، عادين أنها مخاطرة ضرورية لإيقاظ أوروبا من سباتها في عام أصبح أكثر خطرا. وقال مسؤول فرنسي: نحن موقنون تماما أن هذه التصريحات تنطوي على المخاطرة، لكن عندما نقول الأمر كما هو سوف يثير حتما حالات غضب توتر أحيانا انقسامات. وأضاف أن ذلك قد تسبب ضررا في البداية لكنه قد يصبح أحيانا أساسا للوحدة مستقبلا. أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن الولايات المتحدة تريد تعزيز تعاونها العسكري مع الصين، وترغب خصوصا في إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الصين خلال الحرب العالمية الثانية. وأشار راندال شرايفر المسؤول عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في البنتاغون إلى أن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر الذي من المقرر أن يزور آسيا الأسبوع المقبل سيلتقي نظيره الصيني على هامش اجتماع دولي في بانكوك. ولفت شرايفر إلى أن أسبر يفترض أن يناقش أيضا انتهاكات العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية. أعلن الملياردير وقطب الأعمال البارز مايكل بلومبرغ انضمامه بشكل رسمي إلى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقدم بلومبرغ أوراقه اللازمة للتسجيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية الألباما. وبهذه الخطوة فإن بلومبرغ يجعل الخيارات كافة متاحة أمامه تمهيدا لانتخابات تشرين الثاني من العام المقبل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سخر من الملياردير مايكل بلومبرغ قائلا أنه عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى السحر الكافي لتحقيق الفوز.
أنقذ رجال الأطفاء في ألمانيا 35 شخصا كانوا عالقين في منجم ببلدة توتشنتال شرقي ألمانيا بعد وقوع انفجار فيه. وكانت وسائل إعلام ألمانيا قد أفادت في وقت سابق بوقوع انفجار في أحد مناجم البلدة التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة برلين، ما أدى لحصار العشرات في المنطقة آمنة من المنجم. وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن شخصين اثنين أصيبا في الانفجار وجرى تحويلهما إلى المستشفى. وأوضحت مواقع ألمانيا أن المنجم المذكور أغلق سنة 1982 بعد أن كان يستغل في استخراج مادة البوتاس، وهو يستخدم حاليا كمدفن للنفايات. هطلت أمطار غزيرة على مناطق شمال ووسط بريطانيا وتسببت بفيضان انهار وأجبرت السلطات على عمليات إجلاء إضافة لعرقلة السفر. ووصلت ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية، وكان مصدر القلق الأكبر المنازل في 6 مناطق حول نهر دون بالقرب من مدينة دونسكاستر، حيث بلغت منسوب المياه إلى مستويات خطرة. وصورت طائرات مروحية حجم الفيضانات في ورسكوب وبال قرب من دونكاستر التي غمرت المنازل والطرق والسكك الحديدية. وقالت الشرطة أنه عثر على جثة امرأة بالقرب من امتداد نهر ديروينت. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. الدكتور أحمد عبد الله عبد يهنئ المسلمين بولادة سيد الكائنات ويدعو إلى استلهام عبارها لتحقيق العيش المشترك في دولة المواطنة. محافظ صلاح الدين يبارك للمسلمين ذكرى مولد نبي الرحمة ويشرف على الجهد اللوجستي لعودة أهالي العوجة. مراقبون وسياسيون يستبعدون استقالة عبد المهدي، والأخير يتحرك على كل الجبهات لتنفيذ مطالب المتظاهرين. واشتباك مسلح بين القوات الأمنية وعصابة مخدرات في بغداد، والإنترنت يتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية في العراق. شكراً على طيب المتابعة، في أمان الله.